مش دايما نحن عم نحكي اليوم انه اوكي طبعا في كثير عاملات مظلومات، ولكن كمان في عاملات ظالمات. يعني نحن بنسمع عن قصص سواء من الجنسية الأثيوبية أو الفلبينية أو السريلانكية أو أي جنسية، بنسمع قصص مخيفة أحيانا، في تعنيف، في قتل، في سرقة، في افتراء، في عنف. أي. بس الشيء زعلته انه جبت هي 14 بنات صح؟ نعم اي 14 14 جبت عاملة اجنبية من 14 ولا وحدة منه ما منيحة، وانت كنتي منيح معهم، عم تاكلي معهم، تشربي معهم، تحطي لها ميك اب وما بعرف شو ما بعرف. طيب اذا انت منيح معي انا كانسان راح اكون معك كثير منيح. انا بكل صدق وبكل صراحة عم بقول انه بتمنى كنت لو وحدة كانت بدلتني 1% بس من معاملتي معه، بس ما بدي أكثر. بس أنا وصلت معي إنه ينحط لي صرصور بالأكل أف، وأنا قاعدة بأوضتي، يعني أنا عندي انعزال بأوضتي، مرقت فترة علي. بس ليه بدها تعمل معك هيك يا هذا؟ بقعد باكل بأوضتي وبأرجل بأوضتي وعايشة بأوضتي لحالي، عاملة أنا حياة لحالي، وهي يعني مفروض وكل الطيبة وكل المحبة وكل الاحترام. يعني انا اقول على طول لا، كل مره بدي اكون احسن، بركي في شيء غلط عم بعمله وعم بفله، بس ليه لا بدي اكون احسن لانه ما فيني اعيش بلاهم. ليه بدها تعمل معك هيدا العمل السيء؟ ما بعرف شفتيها بهاد صرصور ولا انه بركي قلت؟ لا اول شيء انا قلت بالغلط. نعم. طيب ثاني مره كبتولة شعر بالاكل. طب ما معقوله على طول يكون في غلط. بركي هي ما غطته مزبوط، بركي كله مسكر، يعني هيدي انسانه، هيدي انسانه، انسانه وحده، ممكن هيدا الحدا يكون لبناني، ممكن يكون تكون مريضه نفسيه. هو ذاته هيدا هي ذاتها بتعرف انه انا عندي مشكله بوجهي، بتعرف انه انا مثلا ريحه الغاز تعبانه، ريحه الغاز بتورم لي وجهي، ريحه الايزي بتنفخ لي وجهي، ريحه اي شيء دواء بيستعمل بالبيت كيميكال بيكون بكميه كبيره. ايه بس هي شو بتنظف؟ هي انت عم تطلبي منها تنظف لك البيت. تفتح الغاز، فوت على المطبخ لاقي على طول انيه الغاز مفتوحه. بس هي اسال على فكره في بنات يجوا اول نهار يتفلوا ثاني نهار. قد ايه بقيت عندك هيدي الانسان اللي عملت هيدي الاعمال السيئه؟ هيدي كل مره اقول انه يمكن انا عم بظلمها، يمكن انا شوي حساسه زياده على اللزوم، ضلت عندي 6 اشهر.